تحياتي ليك كابتن شوبير وتحياتي للسادة المشاهدين من هنا من مطار القاهرة الدولي واستقبال بعثة المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة وللأسوياء اللي وصلوا حاليا الآن هم ذوي الاحتياجات الخاصة واحنا في انتظار خروجهم من المطار لتحياتهم طبعا على الإنجاز الكبير اللي حققوه في بطولة العالم وفي انتظار إن شاء الله مساء في الساعة 2 لما هيوصل فريق الأسوياء طبعا اللي حقق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية وفي تاريخ رياضة الكاراتيه بتحقيقه المركز الثاني في بطولة العالم إنجاز غير مسبوق على مستوى القاره الافريقيه وفي الوطن العربي جاز كبير جدا جدا ومعانا الدكتور ايمن عبد الحميد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اللي يعني الفرحه كبيره جدا جدا عليه والتعب واضح كمان عليه من خلال البطوله الف مبروك يا فندم وانجاز كبير للرياضه المصريه ولرياضه الكاراتيه المصريه الحمد لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وبشكركم جدا على وجودكم معانا واستقبالنا في المطار وطبعا فرحتنا طبعا كبيره جدا لان احنا قدرنا نجيب ونجلب البسمه في الوقت ده لأهلينا ولأولادنا والحبايبنا كلهم في مصر وفي الوطن العربي. عايز أقول لحضرتك إن هو فعلا إنجاز غير مسبوق. إحنا تاريخ الاتحاد 42 سنة يمكن اللي حدث هذه المرة إحنا فزنا ببطولة العالم. فعلا الفرق بيننا وبين اليابان اللي هي نمرة واحد ثلاث ميداليات برونز فيهم ميداليه فضه احنا نكاد كنا خدناها وقلنا خلاص ان احنا ابطال العالم ولكن اللي حصل ده معجزه وكل الناس بتتحدث عنها لان اللي حصل ان احنا اتقابلنا 117 دوله اكبر تجمع رياضي احصائيا اكبر تجمع رياضي في اي رياضه تم في بطولة عالم. مبروك لمصر ده أول مرة المنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة الاتحاد الدولي يبص بصة جيدة لهذه الفئة وعمل لهم مسابقة خاصة بهم على هامش بطولة العالم. احنا مصر خدت مركز تاني على مستوى العالم في الأسوياء وعاملين ايفنت لذوي الاحتياجات الخاصة والأول اشتراك في هذه البطولة مصر تحرز ميدالية ذهبية وترتيب عام تاني لمسابقة تانية وبلايدن خدوا مركز ثالث تمام فعندنا من خمس لاعبين عاملين ثلاث مراكز وده شيء مشرف جدا. تعالى يا سلمى. الف مبروك يا سلمى. اهلا فيك. اهلا فيك. انت مبسوطه؟ اه الحمد لله. عملت ايه؟ انا عملت التاج جامد قوي. ابتدت سبوت وكل حاجه. وعملت ايه؟ ضد الشام وضد محمد وضد وائل. ده كده جابوني الحلو قوي كاراتيه. تمام. انت مبسوطه انك بتلعبي كاراتيه ورفعت علم مصر في البطوله؟ اه الحمد لله ثبتني كل حاجه مصر كلها احنا مصر كلها احنا كل الناس كانوا يفرحوني.